نحن الآن في مستشفى سفاتيفيد، علينا أن نكرس قليلا من الانتباه إلى الجيل الأصغر سنا، أي إلى الأطفال، وإلى ضرورة الاكتشاف المبكر للتغيرات في العين لدى الجيل الأصغر. يكتسب الأهمية الكبيرة التحري المبكر، يعني ذلك أنه يجب فحص عيون الطفل عند ولادته مباشرة. لماذا؟ لأنه يجب حضور جميع تركيبات العين بصورة متحافظ عليها بالنسبة للتطور الطبيعي لرؤية العين. يقصد بذلك القرنية الشفافة والغرفة الأمامية والعدسة في شكل الجسم الزجاجي الشفاف وطبقة العين الورائية المتحافظ عليها. بغض النظر عن ذلك، تتطور وظيفة رؤية لدى الأطفال بصورة مكثفة منذ الولادة حتى بلوغ السنة الثانية أو الثالثة من العمر، بينما ينتهي تطور ما يسمى برؤية المتعلقة بالعينين في السنة الثالثة أو الرابعة، عندما يحصل الطفل على رؤية الاستروسكوبية، وإذا هناك أي تغيير عضوي بأي وجه من الوجوه أو تشوه التشريح في العين، لن يكون تطور رؤية في هذه العين ملائما. كما يمكن أن يحضر هنا تركيب تشريح المتحافظ عليه تماما، وألا تكون وظيفة رؤية محفوظة، وعادة يخفى في ذلك تشوه العين الانكساري، أي مشكلة الديوبتري التي لابد من ملاحظتها واكتشافها بصورة مبكرة بطبيعة الحال. إذا هناك تغير العضوي في العين الذي لوحظ مبكرا مثل تعكر القرنية أو السعدة، فلابد من العمل في سبيل إزالة هذا التغير التشريحي أسرع ما يمكن، لأنه نتيح بذلك الفرصة إلى طفل أن يشجع وأن يطور وظيفة الرؤية في هذا العين. تتم عملية الكاتاراكت لدى الطفل مبكرا جدا في أقل سن ممكن، قد يمكن أن تتم في الشهر الثاني من العمر إذا اعتبر هذا الكاتاراكت خامن، أي إذا يوجد هذا التعكر في المركز وهو يخلل محور الرؤية الأساسي ولا يتيح الفرصة لطفل أن يشكل الصورة. إذا تعلق الأمر بأقل درجة من الكاتاراكت، وإذا هناك تعكر في المكان الهامشي وتم الحفاظ على المحور المركزي، فلابد من متابعة هذا الكاتاراكت، أي هناك مساعي تهدف إلى المتابعة من أجل الحفاظ على وظيفة التكيف لرؤية لدى الطفل. ليس دور العدسة أن تسمح بمرور ضوء فقط، بل دورها أيضا كسر ضوء، ويعني ذلك أنها تغير صفتها هذه، أي وظيفة الكسر، بتقوية وتقليل، ونحن نسمي ذلك تكيفا. الأمر الذي يعني في الحقيقة قدرة رؤية الأجسام بالقرب وفي البعد بنفس الحدة. إذن تحدث عملية الكاتاراكت في اللحظة التي نقدرها هامة بالنسبة للحفاظ على قدرة تكيف العين على وجه تهديد. وإذا ليس للعين رؤية محورية، فلا بد من تبديل هذه العدسة بالعدسة الملائمة. ليس من المهم بالنسبة لتطوير وظيفة رؤية إزالة العدسة المعكرة القائمة، أي إزالة الكاتاراكت فقط، بل لا بد من إدخال الملائم، لأنه بهذا الأسلوب، أي إذا قمنا بتصليح هذا الخطأ الانكساري منذ بدايته، يمكن إعطاء الفرصة إلى العين أن ترى بطريقة سليمة. لابد من تصليح ذلك في هذه اللحظة المهمة بالنسبة لتطور وظيفة الرؤية. إذا بقيت العين خالية من تصليح ببلوغ سنة الثامنة من عمر الطفل، تكون لنا عين ضعيفة الرؤية، وبعد ذلك لن يكون للعملية نفس المعنى مثل لعمل عملية تتم حتى سنة رابع من العمر. يمكن أن يطبق نفس الأسلوب بالنسبة لمشكلة ديوبتري لدى الأطفال، رغم أن الأمر لا يتعلق بالتشوه التشريحي، بل بتشوه الوظيفي، أي بعدم الإمكانية لوجود تصحيح الملائم، خاصة في حالات وجود الاختلاف الكبير لديوبتري العينين، الأمر الذي لا يمكن تصليحه بنظرات لأنها تحتاج إلى نوع من التوازن. فلذا تبقى العين التي لها انكسار أكبر بدون تصليح الملائم، وتختلف الصورة التي يلتقطها المخ من العينين، أي حجمها مختلف. نسمي هذا الأمر بتفاوت الصورتين. تؤدي هذه الحالة إلى تحير المخ الذي يستثني من صورة أضعف ويرتكز على العين الأحسن، ولذا تبقى العين ذات الانكسار الأكبر ضعيفة حتماً.